السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أصدقائي وأحباب المشاهدين ومشتركين ومتابعين قناة دكتورات محمد عبدو على الحب دائما نلتقي بفضل تعالى. لقاء جديد وديكور جديد جميل جدا اللي هتشوفوا حضراتكم في الصورة. ده اشتغلنا الديكور ده ازاي على هذه الخلفية باللون الكحلي اهي، واضح تمام. ورجعت لكم تاني يا شباب بعد ما فرغنا الاسطمبة بتاعتنا بالشكل ده. عندنا جزء داخلي اللي هو الخارجي بالنسبة للديكور بتاعنا، وجزء خارجي اللي هو الداخلي بالنسبة للديكور بتاعنا، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل واحدة واحدة. بعد كده يا شباب نخطط الديكور بتاعنا واحدة واحدة من على اليمين من فوق، ونظبط الكلام قوي في أول واحدة. ليه؟ لأن اللي جاي بعد كده هيترتب كله على دي. مع بعض بالشكل ده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الديكور ما شاء الله ظهر قدامك، ديكور جلد جميل جدا. الورد عبارة عن لاحظ معايا زي كاسة كبيرة اهي، تقدر تخلي دي البداية بتاعتك، وهتاخد ورقة من على اليمين وورقة من على الشمال بالشكل ده، وتيجي هنا كده بدوران خفيف، ومن هنا كده من قبل الاخر، ونطلع ناخد ورقة تاني جاية بالشكل ده تكمل قصاد الورقه اللي قصادها، يعني الورقتين هيكملوا قصاد بعض بالشكل ده. اتمنى يا رب يكون واضح قدامكم. نجيب قطعه كرتون ورق مقوى. انا المره دي البلاطات بتاعتنا مش هنشتغلها بقطعة كرتون عدلة، لا انا هشرشبها بايدي بالشكل ده. ركز معايا كده أنا
الشكل ده اصبح شكل الاسطمبه بتاعتنا او القارب اللي هنشتغل عليه بالشكل ده. الدوران هنا للخارج، الدوران هنا للخارج، وهنا للخارج، الدوران هنا للداخل، وهنا للداخل. ده هجيب ميزان الميه اهو. دي اول واحده بشكل افقي كده. والف الاسطمبه بتاعتي بحيث انها تكون بشكل راسي في الثانيه اهي. بلف الاسطمبه بشكل افقي وعلى تمام. زي ما حضراتكم شايفين الديكور اصبح مثل ورق الحائط تماما بلمسه بسيطه جدا، تقدر توظفه في اي مكان في الشقه زي ما انت عايز. اتمنى يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، وما تبخلش علينا باللايك اسفل الفيديو. ولو حضرتك اول مره زورنا في القناه سعيد اشتراك حضرتك في القناه وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. اخوكم محمد عبده من جمهوريه مصر العربيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.